يعقد مجلس شورى حركة النهضة أول اجتماع له بعد استقالة حكومة الترويكا، ويبحث الاجتماع إلى جانب استحقاقات المرحلة القادمة والوضع العام في البلاد، ترتيبات الوضع الداخلي للحزب، وخاصة استعداداته لعقد مؤتمره القادم في صائفة هذا العام. هو أول اجتماع لمجلس شورى حركة النهضة بعد استقالة حكومة علي العريض. اجتماع سينظر حسب رئيس مجلس شورى حركة النهضة فتحي العيدي في أهم المحطات الانتخابية القادمة، وكيف يمكن لحركة النهضة أن تتهيأ لهذا الاستحقاق، إضافة إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للحركة على ضوء مستجدات المشهد السياسي في تونس. الناس الكل اللي كانت في الحكومة رجعت وهي على ذمة الحركة في العمل، وفيهم اللي خذا شيئا من الوقت باش يتنفس شوية وربما يتفقد عائلته لأنه الفترة السابقة كانت صعيبة، لكن الكل مجازين وقاعدين يخدموا إن شاء الله ويندمجوا بطبيعة الحال في مؤسسات الحركة وفي أولوياتها. سنحاول أن نوضح رؤية حركتنا للمرحلة القادمة، ولعل أهم سؤال في هذا الموضوع هو مؤتمرها القادم متى ينعقد وما هي قضاياه الأساسية. يعني نريد لهذا المؤتمر أن يكون أيضا في موعده في صيف 2014، وأيضا يكون أيضا شأن وطني، ليس قضية داخلية فقط نعالجها، وإنما نريد أن نتقدم كما تقدمنا سابقا في خدمة بلادنا. وقال المنسق العام لحركة النهضة عبد الحميد جلاسي إن مسألة تحالف حركة النهضة مع بعض الأحزاب الأخرى والتفاعل معها سيكون رهين التزام هذه الأحزاب بتحقيق أهداف الثورة. عندنا معايير الأحزاب الوسطية المعتدلة الديمقراطية غير الإقصائية المؤمنة بأهداف الثورة، ضمن هذه الدائرة صدورنا وأيدينا مفتوحة للالتقاء، ما نقولش التفاعل، التفاعل التفاعل مع كل الأحزاب اللي عندها تأشيرات. اجتماع مجلس شورى حركة النهضة ستتواصل نقاشاته إلى يوم الغد، ومن المنتظر أن تخرج الحركة بقرارات تهم خاصة موقفها من القانون الانتخابي وموعد الانتخابات القادمة.